قول سمع الله لمن حمده، أي قول المصلي إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، هذا من الواجبات. ثم قال رحمه الله: التكبير غير تكبيرة الإحرام. التكبير أي قول الله أكبر في الانتقالات غير تكبيرة الإحرام، فقد تقدم حكمها وأنها إيش؟ ركن من أركان الصلاة. قال: والتشهد الأول أي قراءة التشهد الأول التحيات لله إلى الشهادتين. قال: والجلوس له أي الجلوس التشهد،